حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار